السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. ترقب في موريتانيا لعقد ثاني جلسات البرلمان من أجل انتخاب نواب للرئيس ومسير مالي وخمسة كتلات. أحزاب سياسية تدين فض احتجاج ناشطي مبادرة إيراب القوة وتدعو للإفراج عن رئيس المبادرة براما واللعبي. وزيرة الجيوش الفرنسية تعلن عن عمليات للقوة المشتركة الإفريقية يرتقب إطلاقها في غضون الأسابيع القادمة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. ينتظر أن يعقد البرلمان الموريتاني جلسة الأربعاء لانتخاب نواب الرئيس ومسير مالي وخمسة كتاب، وذلك بعد يومين على عقد أولى جلسات البرلمان لانتخاب رئيس له. وبحسب مصادر من داخل الجمعية الوطنية، فإن النائب الأول والرابع والخامس لرئيس البرلمان سيكونون من نصيب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، فيما سيؤول النائب الثاني إلى المعارضة، وسيكون النائب الثالث من نصيب الأغلبية. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. نواب الجمعية الوطنية في موريتانيا يستعدون لانتخاب نواب الرئيس ومسيرا ماليا وخمسة كتاب، وذلك بعد انتخابهم يوم الاثنين رئيسا للبرلمان. وبحسب مصادر من داخل الجمعية الوطنية، فإن النائب الأول والرابع والخامس سيكونون من نصيب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكمة، فيما سيكون النائب الثاني من نصيب المعارضة والنائب الثالث من نصيب أحزاب الأغلبية. وبعقده أولى الجلسات وانتخاب رئيس جديد له، يكون البرلمان الموريتاني قد أنهى جانبا من الجدل السياسي والقانوني الذي كان دائرا بشأن عدم عقد الجلسة مع افتتاح الدورة البرلمانية، وهو الجدل الذي قاد نوابا معارضين إلى تنظيم اعتصام لمدة 12 ساعة داخل مبنى الجمعية الوطنية احتجاجا على ما يعتبرونه خرقا دستوريا، وتعتبره الحكومة الموريتانية إجراء عاديا لا يخالف الدستور ولا القانون. ويعتبر البرلمان الموريتاني الحالي من أكثر برلمانات البلاد تنوعا، حيث يضم ممثلين عن 22 حزبا سياسيا في الموالاة والمعارضة، تنوع وتعدد ينتظر أن ينعكس على مكتب الجمعية الوطنية والفرق البرلمانية المرتقب تشكيلها، كما ينتظر أن ينعكس على النقاشات داخل أروقة برلمان الغرفة الواحدة بعد إلغاء مجلس الشيوخ. وينتظر أن يشهد الطرفان الموالي والمعارض داخل الجمعية الوطنية انضمام بعض النواب إلى صفوفهما بعد سريان تطبيق قانون الأحزاب السياسية الذي ينص على حل أي حزب لم يحصل في انتخابين بلديين متتاليين على نسبة 1% أو قاطع لمرتين متتاليتين، وهو ما ينطبق على بعض الأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان. نددت عدد من الأحزاب السياسية الموريتانية بما وصفته القمع، الذي قالت إن ناشطي مبادرة بعهد الحركة الانعتاقية إيرا تعرضوا له خلال احتجاج نظموه بنواكشوط للمطالبة بالإفراج عن رئيس المبادرة براما واللعبي. وقد دعت مبادرة إيرا في بيان صادر عنها إلى التحقيق فيما وصفته بقمع مناضليها المطالبين بالإفراج عن رئيسها المنتخب نائبا في البرلمان. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. هيئات سياسية وحقوقية وبرلمانيون موريتانيون يتهمون الشرطة الموريتانية باستخدام القوة المفرطة ضد نشطاء مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية، وذلك لدى احتجاجهم الاثنين على استمرار اعتقال رئيس المبادرة البرلماني برام ولداه العبيدي بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات البرلمان، وهو ما كان محل انتقاد برلمانيين خلال افتتاح أولى جلسات البرلمان.
ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطيين، وصف هو الآخر تفريق المحتجين بالقمع الوحشي، وطالب في بيان صادر عنه بإطلاق سراح النائب برام فورا ودون قيد أو شرط، كما دعا الأحزاب وهيئات المجتمع المدني إلى الوقوف ضد ما سماها انتهاكات حقوق الإنسان. مؤسسة المعارضة الديمقراطية نددت في بيان صادر عنها بما وصفته القمع العنيف الذي قالت إن متظاهري مبادرة إيرا تعرضوا له، وطالبت بالإفراج الفوري عن رئيس المبادرة وتمكينه من حقوقه وحماية حصانته البرلمانية كممثل للشعب الموريتاني. كما نددت أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحزب الصواب الذي تحالف مع إيرا في الانتخابات الأخيرة بفض احتجاج ناشطي المبادرة بالقوة وأبدت التضامن معهم. وقد اعتقل برام ولداه العبيد بعيد استكمال إجراءات ترشحه للانتخابات البرلمانية قبل نحو شهرين إثر شكوى تقدم بها ضده أحد الصحفيين الموريتانيين. وانتخب والعبيد نائبا برلمانيا عن اللائحة الوطنية لحزب الصواب، وقد جاءت الاحتجاجات بعد استبعاده من الجلسة الافتتاحية للبرلمان نظرا لوجوده في السجن، وأسفر تفريق الشرطة للمتظاهرين المطالبين بالإفراج عنه عن عدد من الإصابات في صفوف المحتجين. وطالبت إيرا في بيان صادر عنها بالتحقيق في من اعتدوا على محتجيها. إلى شأن منفصل، حيث أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي أن قوة مجموعة دول ساحل الخمسة تطلق 3 عمليات في غضون الأسابيع القادمة، مضيفة أنها أطلقت حتى الآن 6 عمليات. يأتي ذلك أياما بعد إعلان القائد الجديد للقوة الإفريقية الجنرال الموريتاني حنان أولسيدي عن التخطيط لإطلاق عمليات سريعة. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي تعلن أن القوة المشتركة لدول الساحل الخمسة تطلق 3 عمليات جديدة في غضون الأسابيع القادمة، وتقول إن القوة أطلقت حتى الآن 6 عمليات. إعلان يأتي على هامش زيارة أدتها الوزيرة الفرنسية لجمهورية تشاد التي تعتبر إحدى دول مجموعة الساحل الخمس، وذلك بعد زيارتها يوليو الماضي لكل من النيجر وبوركينا فاسو. وتحدثت الوزيرة الفرنسية عن التحديات التي تواجه القوة الإفريقية، حيث وصفت معداتها بالبعيدة من أن تكون كافية، كما وصفت القوة بغير النشطة. وتأتي تصريحات وزيرة الجيوش الفرنسية أياما بعد تصريح أدلى به القائد الجديد لقوة مجموعة الساحل الخمس الجنرال الموريتاني حنان أولسيدي على هامش زيارة له إلى بوركينا فاسو، حيث قال إن التخطيط جار لإطلاق عمليات في وقت قريب. وكانت القوة الإفريقية قد أطلقت عمليات تجريبية على الحدود الثلاثية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي الحدود التي توصف بأنها ملاذ للجماعات المسلحة بمنطقة الساحل. وقد شهدت الحدود بين مالي والنيجر وبينها وبوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة تسجيل عدة هجمات وعمليات اختطاف من طرف مسلحين مجهولين خلفت بعض القتلى والجرحى. وكان مقر قوة دول ساحل الخمس قد تعرض نهاية شهر يونيو الماضي لهجوم تبنته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي يقودها إياد أغالي، وخلف مقتل 3 أشخاص إضافة إلى تدمير المقر. وقد نقل المقر الذي أعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتمويل إعادة بنائه نقل مؤخرا من مدينة سيفاري وسط مالي إلى العاصمة باماكو. وقال قائد القوة الجنرال حنان أولسيدي إن نقله إلى باماكو يأتي بدافع البحث عن مكان مناسب للتخطيط والتنسيق ولقيادة العمليات. ومعنا في الاستوديو سيدي والعبد المالك، كاتب وباحث في الشؤون الإفريقية. أهلا وسهلا. أهلا مرحبا. إعلانات متزايدة عن استعداد قوة الساحل المشتركة لإطلاق عمليات عسكرية جديدة، ما دلالات ذلك؟ بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أن هذا هو عبارة عن صدى إعلامي أو زخم إعلامي تحاول الدول التي ترعى القوة وتحاول أيضا فرنسا تحديدا من خلاله تمرير رسائل للشركاء والمانحين أن القوة بدأت فعلا تقوم بعمليات على الأرض، لأن القوة أصلا مفترض أن يكون دورها هو القيام بعمليات ذات طابع استمراري وليس عمليات ذات طابع موسمي كما يتم الإعلان عنه بين الفينة والأخرى، لأنها تواجه جماعات تتحرك بمستوى من السرعة والانسيابية ما تطلب مستوى أيضا من السرعة في الهجوم. بالتالي كون هذا الإعلان يأتي بهذه الطريقة هي ربما رسائل لمجموعة من القوى أن القوى فعلا بدأت تقوم بأدوارها العسكرية الميدانية. يضاف إلى هذا هو أن أولا فرنسا كما أشرت مستفيد أول وتريد إقناع الشركاء بأن القوى بدأت فعلا تقوم بهذه المهام. موريتانيا أيضا التي تأخرت في التدخل العسكري بالمنطقة والتي أسندت إليها مؤخرا مهمة قيادة هذه القوة، أيضا ينبغي هي أن تعطي أيضا رسائل إعلامية قوية أننا بصدد فعل شيء على أرض الواقع. مالي أيضا الآن تعيش صراع سياسي داخلي بعد طعن المعارضة في بوز رئيس أمادو توماني توري. هذا الطعن جعل حديث الرأي العام في مالي حديث سياسي بينما كان في الماضي حديث أمني. الأجندة الأمنية التي ظلت تتصدر الشأن السياسي في مالي يراد الآن أيضا لفت الانتظار إليها حتى تصرف الأنظار عن وانطلاقا من كل ذلك، القوة المشتركة لدول الساحل أطلقت حتى الآن 6 عمليات، يعني كيف ترى انعكاس تلك العمليات على أرض الواقع؟ العمليات هذه عمليات يعني لم تحقق في الساحل. رواية أحادية من طرف المجموعة التي تقدم بيانات أحادية تذكر فيها أنها حققت، ولكن زيادة منسوب العنف في المنطقة وحيوية هذه الجماعات يؤكد أن هذه العمليات ليست عمليات ردع قوية، وأن هذه الجماعات لا زالت تستقوي في المنطقة ولا زال دورها على الأرض دور كبير جدا وفاعل جدا. يعني لم نلحظ دور لهذه العمليات التي تحدثت عنها القوة. وزيرة الجيوش الفرنسية وصفت معدات القوة المشتركة بالبعيدة من الكافية ووصفت القوة بغير النشطة. ما الذي ينتظر أن يترتب على ذلك من طرف فرنسا؟ فرنسا أصلا كانت في المنطقة ولا تزال توجد في المنطقة عن طريق قوة برخان الفرنسية التي يقارب تعدادها تقريبا تعداد هذه القوة. قوة برخان الفرنسية حوالي 4000 جندي، قوة الساحل الآن حوالي 5000 جندي، نشر منها لحد الساعة ما يزيد على 4500. المعدات الفرنسية أقوى وفرنسا كانت حاضرة بالإضافة إلى القوات الأممية، لكن الوضع يعني وضع مختلف جدا. الصراع والمواجهة مع هذه الجماعات تتطلب عدة أبعاد ومقاربات، وليس الجانب العسكري هو الذي قد يشكل الاختراق في حل هذه الأزمة. من جانب آخر، الجانب المتعلق بالمساعدات الفرنسية، فرنسا قدمت 8 ملايين وهناك دول أخرى قدمت حتى أكثر من ما قدمت فرنسا. هل لذلك من دلالات معينة؟ فرنسا أصلا هي الراعي الرسمي لهذه القوة وجاءت بالقوة بهدفين. الهدف الأول هو الحفاظ على مصالح فرنسا الاستراتيجية في المنطقة، والهدف الثاني هو تعويض الفراغ الذي قد يخلفه انسحاب قوة برخان الفرنسية، لأن هناك على مستوى وزارة الدفاع الفرنسي والتمويل الموجه للمؤسسة العسكرية هناك انحصار واقتطاعات في الميزانيات العسكرية، وفرنسا لا تريد أن يعني تتورط في الساحل بشكل مباشر كما حصل لدول عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان وغيرها. بالتالي هي من مصلحتها أن تأتي بهذه القوة حتى لا تخلق فراغ أمني بانسحابها العسكري عن المنطقة. وبالتالي هي الآن تحاول وتعتبر هي المحامي هذه القوة على مستوى المنابر الدولية، ويتضح ذلك من خلال الوساطات ومن خلال المنتديات التي تقوم بها فرنسا من أجل إقناع بعض الأطراف الصديقة لفرنسا والمؤثرة عالميا وإقليميا
بالتدخل في الساحل ودعم هذه القوة. أشكرك سيدي ولي عبد المالك الكاتب والباحث في الشؤون الإفريقية، شكرا جزيلا. رياضيا في هذه النشرة، ينتظر أن يواجه المنتخب الوطني المرابط نظيره الأنغولي مساء الجمعة بالعاصمة لواندا ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لعام 2019. هذا ويتصدر منتخب المرابطون المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط، حيث فاز على منتخبي بوتسوانا وبوركينا فاسو. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. ما كانت الخيول البوركينابية تدرك أنها ستعود إلى العاصمة واغادوغو وتحمل على ظهورها هدفين، الأول من الغزال جاكيتيه والثاني من خاسا كامارا. وما كانت تدرك أيضا أن صدارة هذه المجموعة ستذهب إلى منتخب وليد، بينما وصيف بطولة الأمم الإفريقية سينزل إلى المركز الثاني. وما كانت أيضا بوتسوانا برئيسها الحاضر آنذاك في مدرجات الذهب تدرك أن هذا الضيف الحديث النشأة سيضربها في عقر الدار ويعود بالعلامة كاملة إلى أرضه، تاركا جمهورها ورئيسها في حيرة من أمر هذا الضيف المجهول حسابيا على الأقل في هذه المجموعة. تدور عجلة التصفيات الإفريقية لتتوقف هذه المرة في العاصمة الأنغولية لواندا. الأنغوليون ربما هم أكثر منتخبات هذه المجموعة حظا وقراءة لأوراق المرابطون، لذلك وجب عليهم الحرص، لكن وجب أيضا عليهم الفوز للبقاء على حظوظهم. وكل المؤشرات تقول إن أنغولا في أمس الحاجة لنقاط هذه المباراة الثلاث. لكن حدث ذات يوم سيناريو مشابه في المركب الأولمبي حين حل ضيف من آخر نقطة من القارة السمراء بحثا عن نفس النقاط، فعاد إلى بلاده محملا بالأهداف بدل النقاط وبالحسرة بدل الفرحة. ما سيسفر عنه لقاء قادم في لواندا من نتائج تنتظره جماهير 4 منتخبات، أولهم أمله ضعيف وشبه متبخر، وثانيهم لا يتصور خروجه من حسابات الصدارة، وثالثهم نقاطه وآماله وجمهوره على أرضه، ورابعهم هو السيد، وللسيد دائما كلمة الفصل. مغربيا في هذه النشرة، أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله أن شركة غازبروم الروسية والجانب الليبي سيعقدان اجتماعا ثنائيا قريبا في موسكو من أجل بحث مستقبل عمل الشركة بالأراضي الليبية. وقال صنع الله في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية إن عددا من الشركات الروسية زارت مؤخرا ليبيا لبحث إمكانية عودتها للبلاد. التفاصيل في هذا التقرير. أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله الثلاثاء أن شركة غازبروم الروسية والجانب الليبي يعتزمان عقد اجتماع قريبا في موسكو لبحث مستقبل عملها في ليبيا. وأضاف صنع الله خلال تصريحات له مع وكالة سبوتنيك الروسية أن عددا من الشركات الروسية زارت ليبيا مؤخرا لبحث كيفية عودتها إلى البلاد. وأوضح صنع الله أن عودة الشركات الروسية تات نفط غازبروم إلى ليبيا هي خطوات ممتازة، مؤكدا أن زيارته إلى روسيا كانت زيارة ناجحة التقى خلالها بالشركات المعنية، كما التقى أيضا بوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والسيد ميخائيل بغدانوف، وجرى حديث موسع مع الشركات الروسية حول كيفية عودتها إلى العمل في ليبيا. وتابع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، شركة تاتا نفط لديها برنامج يعمل حاليا ينص على عودة سريعة إلى ليبيا. وردا على سؤال حول موعد عودة الشركات الروسية للعمل في ليبيا قال صنع الله: لدى هاتين الشركتين اتفاقية تقاسم الإنتاج والاستكشاف مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وستعود الشركات ونتمنى أن تتحسن قدراتها الاستكشافية. طبعا هنالك حسب الدراسات احتياطيات جيدة في البحر وفي البر، نحن متفائلون ونتمنى كل خير بعودة الشركات الروسية لليبيا.
وتأتي هذه التطورات على صعيد دخول استثمارات جديدة لقطاع النفط الليبي وسط تحسن كبير يعرفه القطاع حسب تقارير للبنك الدولي. توقعت أن تبلغ إيرادات البلاد من موارد النفط والغاز خلال العام 2018 ككل 23.4 مليار دولار بزيادة سنوية نسبتها 80%، لكن بشرط أن تتمكن المؤسسة من مواصلة أنشطتها بشكل طبيعي ودون توقفات القوة القاهرة التي أعلنتها أكثر من مرة في منطقتي الموانئ بالهلال النفطي وسط البلاد. تثير الأزمة التي تعيشها الجزائر بشأن برلمان البلاد ردود فعل سياسية متباينة، وقد اتهم حزب جيل جديد وهو حزب سياسي معارض رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة باختطاف السلطة. وتعيش الجزائر على واقع أزمة دستورية تسببت في شلل أداء المجلس الشعبي الذي يعتبر الأوروبة الأولى بالبرلمان، وذلك بعد تقدم أزيد من 300 نائب موال للسلطة بعريضة لسحب الثقة من رئيس المجلس. نتابع. اتهم حزب جيل جديد المعارض محيط الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة باختطاف السلطة، وتوقع الحزب حدوث اهتزازات دستورية أخرى على غرار الأزمة التي يعيشها البرلمان الجزائري منذ أسبوعين بين رئيسه سعد بوحجة وبين الكتل النيابية الموالية للسلطة. وذكر الحزب في بيان توج اجتماع الدورة العادية للحزب أنه تم الاستيلاء على الصلاحيات الرئاسية من طرف محيط رئيس الجمهورية، مما ينذر بحدوث اهتزازات أخرى قريبة على مختلف مستويات السلطة. وأضاف أن الارتباك الحاصل في هرم السلطة والمناورات السياسية للأحزاب والفوضى العامة التي طال مداها هي نتاج لنهاية حكم كارثي. وتعيش الجزائر على وقع أزمة دستورية أفضت تحدي الآن إلى شلل في أداء المجلس الشعبي الوطني الغرفة الأولى للبرلمان بعد تقدم نحو 320 نائبا من الأحزاب الموالية للسلطة بعريضة لسحب الثقة من رئيس الهيئة المنتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم. ورغم عدم شرعية العريضة بسبب تنافيها مع التشريعات الداخلية للبرلمان، فإن زعيمي حزب السلطة جمال ولد عباس وأحمد أويحيى يضغطان بقوة من أجل دفع رئيس البرلمان سعيد بوحجة لتقديم استقالته قبل إعادة توزيع المناصب الحساسة في الغرفتين بين الحزبين بحسب تسريبات متداولة من كواليس البرلمان والحزبين. وشدد حزب جيل جديد على أن التمسك بإبقاء بوتفليقة في السلطة ضرب من الجنون، مشيرا إلى أن الشركاء الأجانب صاروا مذهولين ومصدومين من انعدام الشفافية أمام استعمال رجل صار خروجه الإعلامي النادر كابوسا له ولكل الجزائريين. ويعكف الحزب المعارض بمعية الأطراف المنضوية تحت لواء حركة مواطن المعارضة على تنظيم ندوة وطنية تشارك فيها عدة شخصيات سياسية وأكاديمية وحقوقية من أجل شرح مقاربة الحركة في مساعدة النظام على الرحيل السلمي والعودة إلى الشرعية الشعبية ورفض مشروع الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة الذي تروج له أحزاب الموالاة منذ أشهر. إلى الشأن الفلسطيني، حيث يقيم المستوطنون الإسرائيليون مزارع للحيوانات على جنبات الطرق المحيطة بمستوطنات الضفة الغربية المحتلة تحت حماية وحراسة من طرف جنود الاحتلال. وقد عمد المستوطنون إلى تحويل بعض المزارع المستحدثة إلى بؤر استيطانية غير مرخصة، فضلا عن جلب بعضهم للحيوانات وإقامة مزارع لرعيها. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. على نواصي الطرق الالتفافية من حول مغتصبات الضفة يقيم المستوطنون مزارع حيوانات ممتدة الحمى ضرارا وإرصادا لسرقة أراضي المزارعين الفلسطينيين في ذمة السلطات الصهيونية وتحت حراسة جنود الاحتلال. مضارة وكيد مثل لمرارتها مراقبون ميدانيون وشهود عيان بحالات استباحة سافرة ضربوا لصورتها الفردية، مثلا استجلاب مستوطن في سلفيت أنعاما ودواب أقام على شرفها مزرعة أطلقها على مساحة ما بين حدود جدار الفصل والأسلاك الشائكة حول مغتصبة أرييل، وضربوا مثلا لصورتها الجماعية إقامة إطار استيطاني مزرعة حيوانات ما لبثوا أن حولوها بؤرة استيطانية غير مرخصة غضت عنها ما تسمى الإدارة المدنية طرف التدخل في حينه وأنكرت علمها بإقامتها في ساعة الإحراج.
تحايل تدريجي ينقص بقية أراضي الضفة من أطرافها مبتلعا ما أسأرته إجراءات الوصل الجغرافي لجزر الأراضي الخاصة وقوانين أراضي الدولة وفق تصنيف دوائر الاحتلال الإدارية. وتغطية متواطئة فضحت جوانب منها صحيفتها أريتس العبرية بتوثيقها حالات إقامة مزارع استيطانية على أطراف ما يصنفها الاحتلال أراضي دولة تمهيدا لتوسيع بعض مغتصبات الضفة القائمة، مسجلة عدم اتخاذ الإدارة الصهيونية أي تصرف عقابي أو تدخل إجرائي رغم ثبوت إقامة المزارع الاستيطانية بشكل غير قانوني على ما يسميه الاحتلال أراضي دولة. مشاهد مقضة ووقائع ممضة تقيم في ذهن يوميات مكر تعددت فيها وسائل الانتهاب واتحد الهدف من لدن خدعة شراء القطع الأرضية حتى تخريب المناطق الزراعية من أجل مصادرة أراضيها لاحقا بحجة أنها خلاء غفل وقفر بور. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. ترقب في موريتانيا لعقد ثاني جلسات البرلمان من أجل انتخاب نواب للرئيس ومسير مالي وخمسة كتاب. أحزاب سياسية تدين فض احتجاج ناشطي مبادرة إيراب القوة وتدعو للإفراج عن رئيس المبادرة براما واللعبين. وزيرة الجيوش الفرنسية تعلن عن عمليات للقوة المشتركة الإفريقية يرتقب إطلاقها في غضون الأسابيع القادمة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. أشكر طيب متابعتكم وإلى اللقاء.